السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في النشاط الرياضية. حقق الفارس باسل الدوسري لقب الجائزة الكبرى لبطولة مجموعة الراشد لقفز الحواجز، والتي أقيمت بمناسبة العيد الوطني المجيد على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بمشاركة نخبة من فرسان مملكة البحرين، حيث قام الشيخ خالد بن محمد الخليفة رئيس لجنة قفز الحواجز والشيخ مروة بنت راشد الخليفة ممثلة لمجموعة الراشد بتتويج الفائزين في المسابقات. عاد فريق النادي الأهلي لسكة الانتصارات من جديد في دوري الدرجة الأولى البحريني لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على الحلب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة المحلية. البرازيلي دييغو سجل هدفين للأهلي في الدقيقة 27 والدقيقة 62، وحمل الهدف الثالث إمضاء اللاعب النيجيري أوتشي، بينما سجل هدف الحالة الوحيد اللاعب البرازيلي جواو. بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، فيما توقف رصيد الحالة عند 6 نقاط. من جانبه واصل فريق سترا نتائجه الإيجابية بعد فوزه على الرفاع بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ثلاثية سترا تناوب على تسجيلها كل من حسين الشكر والمحترف التشيلي ليوناردو والبديل محمد مرهون، ليحقق بذلك سترا الفوز الثالث في الدوري ويرفع رصيده إلى 11 نقطة متقدما إلى المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن الحد المتصدر، فيما أعادت هذه الخسارة الرفاع مجددا إلى دوامة الهزائم وتوقف رصيد الفريق عند 10 نقاط في المركز السادس. هذا وشهدت الجولة سقوط فريق الحد في فخ التعادل أمام نظيره فريق المالكية بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد النادي الأهلي. ورغم هذه النتيجة حافظ الحد على صدارته بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة.